الأهلي النهارده وصل تدريباته بعد الفوز على مودرن سبورت زي ما قلت لكم من مباراه للثانيه. المباراه للثانيه عندنا مباراه يوم الجمعه اللي جايه امام نادي الالومنيوم ضيق وقت دور ال 32 في كاس مصر، طبعا البطوله الاقدم والاعرق هنا في مصر، معروف عنها طبعا انها مليئه بالمفاجات. الالومنيوم فريق كبير، اللي ما يعرفش الالومنيوم ده فريق كبير جدا وعميد انديه الصعيد طبعا، وعنده قاعده جماهيريه لا باس بها، وبيقوده فنيا كابتن هشام عبد المنعم. اكيد التتويج بلقب كاس مصر امر يعني نتمناه، الحفاظ على اللقب هدف اساسي للجهاز الفني واللاعبين. واصلا زي ما حضراتكم عارفين مشاركه النادي الاهلي في اي بطوله بتكون بهدف واحد فقط، وهو التتويج باللقب في مواجهات او في اي بطوله بيلعب فيها النادي الاهلي. المواجهه الاهلي والالومنيوم على استاد القاهره يوم الجمعه الساعه 8 بالليل. ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في هذه المباراه ويصعد ويتاهل الى دور ال 16. للاسف من الاخبار السلبيه بالنسبه لي هو تجدد الاصابه بالنسبه لمحمود متولي خلال التدريبات. منذ دقائق قليله اعلن دكتور احمد جبله طبيب النادي الاهلي ان محمود متولي مدافع الفريق يعاني من اصابه بشد في العضله الضمه. نتمنى ان شاء الله ان محمود يرجع بالسلامه. لازم ياخد باله بقى من الفتره اللي جايه من التقويات اكتر، نشوفه ان شاء الله يبدا تنفيذ برنامجه العلاجي ويرجع للفريق خلال المرحله القادمه سالما. محمود متولي من اللاعبين الجيدين.